أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتخطيط للهجوم على محطة زاباروجيا النووية. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باستفزازات خطيرة من روسيا في محطة زاباروجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، وأوضح أنه وماكرون اتفق على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وجاء في بيان أصدرته القوات المسلحة الأوكرانية أن عبوات ناسفة وضعت على سطح المفاعلين النوويين الثالث والرابع بالمحطة يوم الثلاثاء الماضي، وأشار البيان إلى هجوم محتمل من المستقبل أو في المستقبل القريب. في المقابل قالت رينات كارتشا مستشار رئيس الشركة الروسية للطاقة النووية روس أتوم إن القوات الأوكرانية تخطط لشن هجوما على محطة زاباروجيا للطاقة النووية باستخدام المدفعية والمسيرات المفخخة. وأضافت المسؤولة الروسية أن كييف تريد خلق كارثة نووية في المحطة بالتنسيق مع الاستخبارات البريطانية. حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي المحلل الاستراتيجي والعسكري العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد أهلا وسهلا بك. إذن اتهامات متبادلة بأن هناك ضربة نووية في المحطة الزاباروجيا، هل نتحدث هنا على أنه في جميع الأحوال ستكون هناك ضربة نووية؟ سلامي لك أستاذ الكريم والسادة المشاهدين. الحقيقة أن هذه الحالة النووية هي حالة منفردة تماما حاليا، يعني بعد التطورات الحديثة والتقنيات الحديثة لمكافحة أو لمنع أي دولة نووية من استعمال سلاحها النووي ضد أي دولة أخرى، هذه أصبحت معروفة، يعني بأن يضرب السلاح النووي في مكانه في حال تحريكه بنية ضرب جهة أخرى. لكن هنا الحالة مختلفة تماما والحالة منفردة، يعني زاباروجيا لو حصل فيها تفجير نووي فالكارثة مزدوجة، يعني كارثة أساسية ستكون على كل من روسيا وأوكرانيا، أكبر محطة نووية في أوروبا. تماما، يعني الكارثة ستكون كبيرة جدا على الطرفين المتحاربين سواء كانت روسيا أو أوكرانيا، بالإضافة إلى أنها سيكون لها ارتدادات وعقابيل على المنطقة بالكامل إن لم يكن على العالم، لأنه هذه من أكبر المحطات النووية في العالم. لذلك أوكرانيا تهدد بتفجيرها، يعني لا تهدد تقول سوف أفجرها وهكذا، لكن يعني تفعل أفعال تدل على أنه يوجد نية بتفجير هذه المحطة. وروسيا أيضا تهدد بنفس الطريقة، يعني عندما تهجم على مفاعلات زاباروجيا أو يعني تأخذ احتياطاتها وتحرك جنودها، أيضا هذا تهديد بالتفجير. لكن هذا التفجير لن يحصل قولا واحدا، لا يمكن أن يحصل هذا التفجير، لأنه إذا دخلت إلى حقيقة نوايا الطرفين ستجد أن روسيا حريصة على عدم التفجير وأوكرانيا أكثر حرصا منها على عدم تفجير هذه المفاعلات، إنما تستخدم كل لإخافة الآخر ولإخافة العالم أيضا. يعني هنا أريد أن أقول يعني جملة لابد من الخوض فيها، روسيا قبل أوكرانيا ليست كروسيا بعد أوكرانيا، روسيا قبل تمرد فاغنر ليست كروسيا بعد تمرد فاغنر، أوكرانيا أرهقت وأصيبت إصابات كارثية يعني بشعبها وببناها التحتية. لذلك روسيا الآن تعبة جدا ومتحيرة بملء فراغ فاغنر، لأنه هذا سيكون مرعب جدا بالنسبة لروسيا، لا جيش حسب ملاحظتنا لروسيا يستطيع أن يسد المكان ويملأه، ولا تستطيع أن تبقى وتقاوم ببقايا جيشها الغير مدرب والغير جاهز أن تصد هجومات أوكرانيا. الوضع أصبح معقد جدا وصعب جدا، والاثنان بدأ يرجوان يعني إيجاد حل على حساب أي شيء.